أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج بيت القصيد. قصيدة اليوم بعنوان التأشيرة للشاعر المصري هشام الجخ. أسبح باسمك الله وليس سواك أخشاه، وأعلم أن لي قدرا سألقاه. وقد علمت في صغري بأن عروبتي شرفي وناصيتي وعنواني، وكنا في مدارسنا نردد بعض ألحاني: بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني. وكنا نرسم العربي ممشوقا بهامته، له صدر يصد الريح إذ تعوي مهابا في عباءته. وكنا محض أطفال تحركنا مشاعرنا، ونسرح في الحكايات التي تروي بطولتنا، وأن بلادنا تمتد من أقصى إلى أقصى، وأن حروبنا كانت لأجل المسجد الأقصى، وأن عدونا صهيون شيطان له ذيل، وأن جيوش أمتنا لها فعل كما السيل. سأبحر عندما أكبر، أمر بشاطئ البحرين في ليبيا، وأجني التمر من بغداد في سوريا، وأعبر من موريتانيا إلى السودان، أسافر عبر مقديشيو إلى لبنان. وكنت أخبئ الألحان في صدري ووجداني: بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني. وحين كبرت لم أحصل على تأشيرة للبحر، لم أبحر، وأوقفني جواز غير مختوم على الشباك، لم أعبر، كبرت أنا وهذا الطفل لم يكبر. كنت معكم في بيت القصيد شروق الرنتيسي.